بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد قائد الغر المحجلين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت أن تجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لقاؤنا أيها الأحبة، اليوم السبت الموافق للثامن من شهر رجب 1445 للهجرة، العشرون من شهر يناير 2024 للميلاد، ونحن في الجامعة الأمريكية المفتوحة في تخصص الفقه مرحلة البكالوريوس، وسأكون معكم أخوكم محاضر المادة سليمان، الدكتور سليمان المرير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعل هذه المادة يعني تنال فيها شرف طالب العلم وشرف العالم الذي يخدم الأمة فيساعد في رفعة هذه الأمة. القواعد الفقهية، سألتكم ماذا ستتوقع أن تتعلم منها؟ جعلت هذه القواعد الفقهية كي يتسهل للطالب الفقه أن يعرف الأحكام الشرعية، وتكون له مثل الدليل ومثل القواعد التي تسهل عليه مثلا مسألة الحفظ، مسألة الاستدراك. ماذا تقصد؟ أقصد الآن عندنا 5 أحكام في الشريعة: الواجب والمكروه والمندوب والمحرم والمباح. من يعرف هذه الأحكام يعيدها لي في الواتس، إجابة في الواتس. من يعرف هذه الـ5 الأحكام اكتب أي حكم تعرفه من هذه الـ5، اكتب أي حكم تعرفه من هذه الـ5. عندنا 5 أحكام في الشريعة الإسلامية تعلمناها: بداية الواجب، أحسنت، الإجابة في الواتس الخاص، اكتب الـ5 الأحكام، أحسنتم، واحد بس يكفيني، مش لازم الـ5 كلها. لا، المتروك. تقصد المحرم؟ هل تقصد المحرم؟ أحسنتم، إذا عندنا الواجب. طيب لو مررنا الآن مثلا في باب الفقه، في باب الصلاة، نجد أن هناك أحكام كثيرة تأتي، مثلا يجب صلاة الـ5 الفروض، ويسن ويندب صلاة السنة الراتبة، ويكره الصلاة بعد صلاة الفجر على قول غير الحنابلة، ويحرم الصلاة قبل دخول وقتها، ويباح صلاة النهار مثنى مثنى. لو جاءتك مسألة الآن فقيل لك: ما حكم صلاة الضحى بعد الظهر؟ ما حكم صلاة الضحى بعد الظهر؟ ما رأيكم لو سئلت هذا السؤال: ما حكم صلاة الضحى، ركعتي الضحى، بعد دخول وقت الظهر؟ فقط اكتب الحكم. لا، الحكم الآن أريد الحكم، إما جائز إما محرم إما مكروه، لا تذكر العلة. أحسنتم، بعضكم يقول حرام، بعضكم يقول مكروه، بعضكم يقول سنة. هذه ستوضح لكم. الذي قال حرام أخطأ، لماذا؟ لأن الأصل في الشيء الإباحة. وعندما تقول لي أن صلاة الضحى بعد الظهر محرمة، سأقول لك: أين الدليل الذي حرم علي صلاة ركعتين بعد الظهر حتى وإن نويت بها الضحى، وإن نويت بها مثلا قضاء الوتر من الليل؟ من قال أنها سنة أيضا أخطأ، لأن السنة في صلاة الضحى لها وقت، وهي من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبل دخول وقت صلاة الظهر. إذا حكمها جائز، حكمها جائز. كيف أخي سليمان عرفت أنها جائز؟ من القواعد الفقهية. قاعدة أعطتني حكم صلاة الضحى في غير وقتها أنها تدل على الجواز. ما هي هذه القاعدة؟ أن الأصل في الشيء الإباحة إلا إذا جاء شيء يحرمه. الأصل في الشيء الإباحة إلا ما جاء ما يحرمه. فهذه المادة جدا مهمة لطالب الفقه، ولو لم يكن طالب علم، ولو لم يكن متخصصا في الفقه، لأن المسلم يحتاجها في معاملاته، بل أنها هي التي تجعلك تكسب كثير.
الآن لو جينا للتاجر الذكي الذي عنده مثلا استطاع أن يفتح في تجارته المتجر الإلكتروني، ويستطيع في تجارته أن يتحدث عدة لغات، ويستطيع في تجارته مستودعات لديه ويبيع جملة، فإنك ظاهرا سنقول أن هذا التاجر يتمكن من المكسب أكثر من غيره. فكونك يا طالب العلم تدرس مثل القواعد الفقهية فإنها تسهل لك كثيرا من الأحكام الشرعية. اخترت لكم 3 كتب. هذا الكتاب الأول وهو بسيط جدا، وهي مذكرة جعلت في جامعة أو كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، لخصت من 4 مشايخ ودكاترة، وهي جدا سهلة، ما تتعدى 69 صفحة، بينما الكتب المطولة فإذا بها يعني فوق 500 600 صفحة، فهذه ستكون جدا مركزة. الكتاب الثاني إذا مد الله بنا وتيسر لنا نفس الكتاب الأول، إلا أنه نظم لمن أحب النظم، وقد نظمه الشيخ محمد العثيمين. الإجابة الآن في الواتس، هذا الكتاب الأول أم الثاني؟ الإجابة في الواتس، هذا الكتاب الذي أمامكم الآن الأول أم الثاني؟ هذه المنظومة التي ألفها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال لكل من يستجدي. فهي جميلة جدا، كلها ما تتعدى أبياتا معدودة. لو تأتوا، أحسن شيخ عيسى، أحسن شيخ نجيب، الباقي ما أجاب، عمر معنا، حميدة معنا. فهنا يشرح لك مثلا الحمد لله المبدي المعيد شرحا مبسطا. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، من هو الله؟ هو علم على ذات الله. ويأتيك هنا بالقواعد الجميلة، مثال أهو مثبت الأحكام بالأصل. فهنا يعطيك قاعدة أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأصول. ما هي الأصول؟ هي الكتاب والسنة، هي الكتاب والسنة. كوني معنا هذه المرة نعديها. السؤال إذا طرحته وأجبتي خاطئ أو ما انتبهتي، إذا أجبتي خاطئ لا إشكال، لكن كونك لا يعني ما تنتبهي للإجابة، هذه اللي تنقص الدرجات. الكتاب الثالث أيها الأحبة للدكتور إبراهيم رحماني، وهذا الكتاب تقريبا 160 صفحة، لكن هو يعتبر أكاديمي. أخي سليمان، ماذا تقصد أكاديمي؟ يعني أكاديمي يذكر لك التعاريف، لديه تحقيق قوي. شوف، حتى لو مكنكم الله من إكمال الدراسة للماجستير والدكتوراه يكون لديكم قوة في المعلومات. فهنا أعطاك المطلب الأول، فعرف دائما في المطالب الأولى التعريف. عمر معنا، عمر معنا، اكتب لي نعم. فالتعريف عندنا هنا عرفه لغة واصطلاحا، وشوف كيف طريقة التعريف وطريقة التحقيق لما يضع الإشارة هنا ويفسرها هنا، أن هذا بس كلمة القاعدة، اللغة في اللغة، أن القاعدة هي الأصل والأساس، الأصل والأساس. فيقول لك من الأمانة العلمية أن هذه الكلمة الأصل والأساس جاء بها من الراغب الأصفهاني، وهو كتاب من كتب التي تهتم بتعريف الكلمات والمفردات. فأنت كطالب يكون عندك قاعدة، لو أردت أن تبحث عن أي كلمة عندك غريب القرآن، عندك كتاب مختار الصحاح، عندك كتاب المصباح المنير، عندك كتاب القاموس المحيط. فإذا بك وأنت تدرس القواعد الفقهية أيضا يكون عندك ملكة في مسألة الكتابة والتعاريف. هل كلامي واضح إلى الآن؟ إذا هو واضح اكتب لي واضح، إذا هو غير واضح بين لي ما الإشكال عندك. أحسنت يا شيخ، أحسنت، ما شاء الله عليكم، أحسنتم 4. لحظة أريد أن طيب، إذا كلكم مشاركين، خلاص تعلمنا طريقة بعض. نبدأ أيها الأحبة في المقدمة. ما المقصود بالقواعد الفقهية؟ الآن الكلام الذي سقناه مقدمة، وتعلمنا كيف طريقة إدارة اللقاء. فنبدأ بالتعريف. لغة: القاف والعين والدال، اللي هي قعد، قعد، لتعني الاستقرار والثبات.
ودائما لو تلاحظوا التعاريف يقول لغة ويقول اصطلاحا. لغة أي في اللغة العامية. الآن أنتم بالله لو قلت لكم في وقتنا الحاضر ما المقصود بالسيارة؟ كلكم سيلتفت نظركم إلى السيارة التي تسير على 4 كفرات. لكن إذا جاء ابنك الصغير ذا ال4 سنوات وقال لك: أبي أريدك أن تشتري لي سيارة، ألن تدرك أنه يقصد أنها سيارة لعبة صغيرة؟ اكتب لي نعم أم لا. نعم، أحسنتم، أجبتم بكلمة نعم. لماذا؟ لأنها في لغته هو الصغير اللعبة الصغيرة، السيارة الصغيرة اللعبة. فنحن عندما نقول لغة أي في لغة الناس كلهم، ما المقصود بكلمة قاعدة؟ أي قعد قاف عين دال، أي استقر وثبت، ومنه قاعدة البيت. لما إنسان يبني فيقول لك: ابني لي القاعدة، أو الأساس، أو كلمة أساس. ومنه قول الله تعالى، شوفوا الاستدلال الجميل جاء به في كتاب الله. لماذا هنا جاء به في كتاب الله؟ هل ليثبت السؤال عندكم وتختاروا الإجابة؟ هل يريد أن يثبت حكما شرعيا ويستدل به بالقرآن؟ أم يريد أن يثبت أنها من لغة العرب؟ إذا كان إثبات حكم شرعي اكتب حكم، وإذا كان يريد أن يثبت لغة العرب اكتب لغة. أيهما تعتقد؟ هل يريد أن يثبت حكما شرعيا لما استدل بالدليل؟ الآن هو يقول، ومنه قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. هل هو يستدل بهذه الآية على حكم شرعي، أم يستدل بهذه الآية على تعريف لغوي؟ أحسنت شيخ عيسى، إجابة موفقة. يكفيني رؤوس أقلام، أحسنت شيخ نجيب. يكفيني رؤوس أقلام فقط، قرآن أم لغة؟ يكفيني. لا تكثر في الكتابة. أحسنت أستاذ حميدة، أحسنت شيخ عمر. لا، أحدكم أخطأ، انتبهوا. إذن هو يثبت اللغة، هو يثبت اللغة. لماذا؟ وإن استدل بالآية فالقرآن من كلام الله الذي جاء باللسان العربي، فإنه يقصد بكلمة القواعد هنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، أي قواعد البيت، قواعد الكعبة. طيب ننتقل اصطلاحا وهو المهم. فالقاعدة قضية كلية، القاعدة قضية كلية منضبطة على جميع جزئياتها فقط. اكتب لي هذه القاعدة اللي مؤشر بالأزرق، هذا مهم جدا. اكتب: القاعدة اصطلاحا قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. اكتبها. الشيخ عمر خرج، تحاولي شيخ نهلة تتواصلي معه لما خرج. إذن اكتب: القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. كتبتم؟ ما شاء الله، بعضكم لم يرسل إلى الآن، أرسلوا لي على الواتس، اكتب لي هذه اللي عليها أزرق. هذا تعريف القاعدة اصطلاحا، هذا مهم جدا. تعريف القاعدة اصطلاحا، إذا القاعدة قضية كلية. أحسن شيخ عيسى، ما شاء الله، هذا يقويك في الدرجات. إذا عندنا نجيب. أحسنت شيخ نجيب، أحسنت حميدة، أحسنت عيسى. طيب باقي الشيخ عمر، هذا المشكل. طيب ما المقصود بقاعدة أي قضية كلية؟ يعني أمر عام بين الناس كلهم أن لديهم قاعدة. مثال لو قالوا لك أنه عندنا قاعدة أن الفاعل مرفوع، فهذه قضية كلية متفق عليها جميع النحاة، فلذلك يسمونها قاعدة، وهي منطبقة على جميع جزئياتها، سواء جاء الفاعل
اسم مذكر، اسم مؤنث، جمع، فكله مرفوع. هذه تسمى قاعدة. لما يأتينا مثلا قاعدة في التجويد أن النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الياء كيف ننطق النون؟ اللي عنده علم يكتبها، اللي عنده علم يكتبها. إذا جاءت نون ساكنة، ما القاعدة في التجويد في النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الياء ماذا نفعل بالنون؟ فقط اكتب إقلاب أم إدغام، إقلاب أم إدغام. أحسن شيخ عيسى، أحسنت أستاذ حميدة. إذن إدغام، إدغام. فمن يعمل، ما تقول فمن يعمل، لا تظهر النون، فمن يعمل مثقاله. هذه فمن يعمل قاعدة. طيب، عند الفقهاء لهم اتجاهان، حكم كلي وحكم أكثري. يعني ممكن يكون حكم كلي على جميع من تحته، ومنهم من يقول لا، هو حكم أكثري. لا أشكل عليكم في هذه المعلومات، لكن هنا قال لك هناك شيء اسمه قاعدة، قاعدة فقهية، وهناك شيء اسمه ضابط فقهي، ضابط فقهي. فبالخلاصة أعطيكم إياها، القاعدة تكون على أبواب الفقه كاملا، والضابط يكون فقط على باب معين من أبواب الفقه، على باب معين من أبواب الفقه. ما مثاله؟ لما أعطيك قاعدة عامة في الفقه، أن أي آية تأتي في كتاب الله أو حديث على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أمر، فالأمر يدل على الوجوب. أعيد لكم، إذا أعطيتك قاعدة أن أي آية ينطق أو تأتي في كتاب الله أو في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أمر، فعل أمر، فإنه يدل على الوجوب. مثاله أقم الصلاة، تدل على ماذا يا مشايخ؟ الرسالة في الواتس. أقم الصلاة تدل على ماذا؟ وأقيم الصلاة تدل على ماذا؟ لا، أمر على ماذا؟ أحسنتي، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة. أقيم الصلاة أي يجب عليكم إقامة الصلاة. الضابط لا، يأتي في جزئية من أبواب الصلاة. ما مثاله؟ مثاله أنك قلت أن الصلاة واجبة، لكن إذا عارضها وقت نهي فأيهما يقدم، الفعل أم الترك؟ إذا أنت قلت لي أن الأمر يدل على الوجوب وجاء حظر، فأيهما يقدم؟ يعني مثال عندنا الأمر بالصلاة، طيب إنسان، طيب لا إشكالية يا أستاذ أهلا، هذا يرجع إليكم، شوفوا أنتم كيف يعني. بالنسبة للصلاة، إذا إنسان فاتته صلاة الفجر فجاء بعد خروج وقتها، أو إنسان فاتته صلاة الظهر ودخل عليه وقت صلاة العصر، أو إنسان نام عن صلاة الفجر وجاء يريد أن يقضيها قبل صلاة الظهر، هذه الثلاث الأوقات حرم الشارع الصلاة في هذه الأوقات. فالضابط عندنا الآن، نحتاج للضابط أن صلاة ذوات الأسباب وصلاة القضاء والإعادة يجوز تأديتها وإن كان الوقت فيه نهيا. هذا الضابط ليس على جميع الصلوات. لماذا؟ لأنه في صلوات يجوز تأخيرها، الصلوات التي لا يجوز تأخيرها مثل من لم يصلي صلاة الفجر يجوز له إيش؟ أن يصليها وقت النهي. الحنابلة يقولون أن من دخل المسجد ولم وعند دخوله يعني ما كان على وقت صلاة أن يصلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان في وقت نهي. كذلك من قال صلاة الجنازة تعتبر صلاة، جعلها كلها تخرج من التحريم. طيب وصلاة الليل، من أراد أن يتنفل، أو صلاة النافلة ركعتين ركعتين، فإن كانت في وقت النهي فالقاعدة عندنا أنه لا يجوز الصلاة في هذه الأوقات.
هذا الفرق بين القاعدة والضابط. إذا بالخلاصة، القاعدة على جميع أبواب الفقه، والضابط في بعض أبواب الفقه. إذا لو جاءك سؤال ما الفرق بين القاعدة والضابط، تقول أن القاعدة في كل أبواب الفقه، والضابط في أبواب مخصصة. منهم من قال أن القاعدة جميع الفقهاء متفقون عليها، أما الضابط هو مثلها متفقون عليها، لكن بعض الفقهاء خالفوا فيها فانتقلت من كونها قاعدة إلى ضابط. فأنت تختار الذي تريده. يعني إن سألتك ما الفرق بين القاعدة والضابط، إما أن تقول أن القاعدة عامة والضابط خاص في بعض الأبواب، وإما أن تقول القاعدة متفق عليها في الغالب والضابط فيه خلاف. الآن هنا يقول لك ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. فقبل أن أعرف ما الفرق، ما المقصود بالقاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية هي ما تكون للفقهاء يستدلوا بها، والقاعدة الأصولية ما يستدل بها أهل الأصول. أهل الأصول، فعندنا هنا من ناحية الاستمداد، فالقاعدة الأصولية تستمد من العلم، من علم اللغة مثلا، من الكلام واللغة العربية، مثل الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم. لكن في القواعد الفقهية تستمد من القرآن والسنة، تستمد من القرآن والسنة. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة فقط، أما القاعدة الفقهية اللي إحنا الآن ندرسها تتعلق بأحكام الناس، اللي هي يجب، يحرم، يكره. طيب نحن ماذا ندرس؟ الإجابة في الواتس، القواعد الفقهية أم القواعد الأصولية؟ الإجابة في الواتس. ثالثا، من جهة المستفيد، من الذي يستفيد من القواعد الفقهية؟ الإنسان المكلف، أنا وأنت وسائر المكلفين. طيب من الذي يستفيد من القواعد الأصولية؟ هو العالم المجتهد الذي يتخصص في معرفة واستنباط الأحكام. إذن هناك فرق. أحسنتم، إجاباتكم جيدة. رابعا، القواعد الأصولية متقدمة قبل القواعد الفقهية، فلا يمكن أن تعرف الأحكام وتدرس ويكون لديك استنباط للأحكام أو اجتهاد وأنت لا تعرف القواعد الفقهية، القواعد الأصولية. يعني المجتهد إذا أراد أن يكون مجتهدا يستطيع أن يستنبط أحكام النوازل، لابد أن يكون لديه القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. لكن المفتي الذي يفتي فهذا تكفيه القواعد الفقهية. ليش؟ لأنه سينقل الحكم عن شيخه. المفتي يقول قال العلماء، قال الشيخ الفلاني، لا يستطيع أن يأتي بالمسألة بإجابتها بدون قواعد الأصول. طيب كيف نشأت القواعد الفقهية؟ خلاصتها أن أقول لك نشأت منذ زمن الصحابة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان القرآن، وعلى القرآن لا نقول لسان، وإنما كيف، مثل لي مثال قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قاعدة هذه. بعد ذلك قعدت أن الإنسان إن سرق تقطع يده هو. لو جاء الآن أبوه وقال أنا أفديه، أو زوجه أو زوجته وقال اضربوني أنا أو اقطعوا يدي أنا، هل يجوز أم لا؟ الإجابة في الواتس، نعم أم لا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني إن أردت أن تشاركني فإنك لا تضرني ولا أضرك. هذه قاعدة حتى وإن لم نكتبها في العقود. إذا أردت أن تقترض مني فإنك لابد أن تكون ناويا للسداد فلا تضرني، وأنا نفس الشيء ما أعطيك بحيث أني أضرك، بحيث أني أحرجك أو أتكلم عنك أمام الناس. لا يا شيخ عمر، الإجابة لا. خلك معنا يا شيخ عمر، الله يصلحك، ركز معنا. طيب إذن متى نشأت القواعد الفقهية؟ الإجابة في
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هل كانت معروفة بكلمة القواعد الفقهية؟ لا. انتبه، تبحث لي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعلمكم القواعد الفقهية؟ لا. مثل شروط الصلاة، لا تطلبني بدليل يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام شروط الصلاة 9 كذا كذا كذا، أركان الصلاة كذا كذا كذا، ما في هذه الأشياء. لكنها فهمت بعد ذلك. أين فهمت؟ أين بدأ التأليف؟ بدأ التأليف في القرن الثاني الهجري اللي هو من بعد ال200. لماذا بدأ التأليف من هناك؟ لقوة الأمة. طبعا الأمة أول ما بدأت ضعيفة أم قوية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة في الواتس. الأمة لما بدأت هل كانت ضعيفة أم قوية؟ الإجابة في الواتس. أحسنت أستاذ نجيب. إلى أن أنت لابد أن تكون هذه ثقافة عندك. لا، الأمة ضعيفة. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ومات صلى الله عليه وسلم، والأمة لم تكن بقوة من جاء بعدهم. ثم قويت الأمة بعد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب، وزادت الفتوحات، وبعد في الدولة العباسية والدولة الأموية بدأ التدوين، وبدأ طبع الكتب وانتشار المصاحف، وبدأت المدارس النحوية والفقهية ودخول المنطق. وبعد ذلك ضعفت الأمة الإسلامية. طبعا بين كل قوة، يعني بين كل انتقال دولة إلى دولة في ضعف وقوة. قد يعني بسقوط الدولة العباسية كانت هناك ضعف، لكن جاءت الدولة الأموية فقوته. بسقوط الدولة الأموية كان هناك ضعف، جاءت الدولة العثمانية وقوته. بسقوط الدولة العثمانية ونحن الآن الذي فيه الآن وقتنا هذا القرن الذي نحن فيه، هل نحن ضعاف أم أقوياء؟ هل الأمة الآن ضعيفة أم قوية؟ هل الأمة الآن ضعيفة أم قوية؟ أحسنت شيخ نجيب، ما شاء الله. أحسنت شيخ عيسى. إذن الأمة في حالة ضعف الآن. لا، نحن في أقوى، في أضعف أحوال الأمة على مر التاريخ. نحن الآن في أضعف أحوالنا. كيف؟ ماذا تقصد عشان أنتم تستوضحوا؟ هل الآن الأمة الإسلامية يعني فيها من القوة بأن لا يوجد فقراء؟ بالعكس، لو نظرت أنت لحال المشرق والمغرب في العالم، الفقر وقلة العلم و ضعف البلاد وضعف العباد وضعف التصنيع وضعف الخبرات الطبية والخبرات التكنولوجيا، لا يوجد بلاد عربي أو إسلامي ينشئ مثلا سفن أو سيارات أو جوالات. يعني الأمم التي يعني أخرى هي التي تسبقنا، ونحن فيه في حالة ضعف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، وطوبى للغرباء. أنك لا تجد من يعينك. أنت الآن في الكليات الشرعية قليل الطلاب اللي يدرسوا، بينما يتجهوا للطب والهندسة لأنه هذا المستقبل. أنت ابنك أو أخوك الصغير لو سألته أي قسم تريد، لا يريد مثلا، في الآن يعني بعد عن القرآن. أنت تصور كانت الأمة، يعني لا يمكن أحد مش حافظ القرآن، ما في كلمة عربي عجمي. الكل ما دام أني مسلم إذا أعرف العربية، وإن لم أكن أعرف العربية أتعلمها. باختصار، فالأمة الإسلامية، فالقواعد الفقهية نشأت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وجدت أدلة من القرآن ومن السنة، لكن بدأ التأليف فيها في القرن الثاني الهجري من الأئمة الذين كتبوا فيها الإمام الشافعي. لن أتعبكم في هذه التواريخ ولا أسماء الكتب، لكنها موجودة عندكم بين أيديكم، سأرسل لكم بعد ذلك الكتاب. يعني تستطيع أن يكون عندكم يعني فكرة في القرن الثاني، في القرن الخامس جاء أبو سيرين الدبوسي، في القرن السادس والسابع أسماء الكتب، القواعد الكبرى لنجم الدين الطوفي الحنبلي على المذاهب، يعني شوفوا قوتها، الأشباه والنظائر، القواعد النورانية، المجموع المذهب، والقواعد لأبي عبد الله المقري، والأشباه والنظائر. هذه الأشباه والنظائر دائما تأتي في كتب الشافعية، وكذلك
القواعد الأصولية دائما تأتي بأسماء الحنابلة، شوفوا الأشباه والنظائر للشافعي، وكذلك بعض الكتب الأشباه والنظائر للمذهب الحنفي. طيب، هنا دع جعلك بمعلومة جدا جميلة، هل في عصرنا الآن نحتاج إلى القواعد الفقهية؟ تتصور الإجابة إيش؟ نعم أم لا؟ الإجابة في الواتس، أحسنت أستاذ نجيب. إذا نعم، نحن الآن في حاجة كبيرة للقواعد الفقهية. أقرب مثال الآن، كلنا نعلم أن التيمم يجوز على التراب، واختلفنا في مسألة التيمم على الجدار أو على الكتاب، فما بالك بأمم الآن يسألوك ما حكم التيمم على الثلج وأنت خرجت الآن من أن له غبار أو ليس له غبار؟ فأنت تحتاج إلى تعلم القواعد. عندك أيضا في المعاملات، عندنا الربا محرم، لو تدرس أنت القواعد الإسلامية الأحكام الإسلامية المحرمات جدا قليلة، فلو نظرت أنت للطعام أكثره حلال، بينما المحرم الخمر، لحم الخنزير، لحم الذي لم يذبح على الطريقة الإسلامية، بينما كل شيء يجوز صغر حجمه أو كبر. لو جئت للمعاملات أكثرها مباحة، المحرم معدود، الغش، الخداع، الربا. لو جئت أنت للمسلم طيلة وقته متفرغ، ما عنده في الصلوات، لو أخذت كل صلاة 10 دقائق 50 دقيقة في اليوم، بينما عنده 24 ساعة فاضي، 23 ساعة فاضي، هذا إذا صلى 10 دقائق، بعضهم يصلي دقيقة، يعني 5 دقائق مقابل 24 ساعة، شوفوا كم، هذه ولا 1% أو 2%. يعني أنت تشتغل، تصور، تعمل، إذا الجامعة المادة الواحدة تلزمك ب 40 ساعة، إذا العمل، إذا اشتغلت في شركة أسبوعا كاملا يشترط عليك تشتغل 40 ساعة، فما بالك أنت في العبادات. فالشاهد أن الأمة الإسلامية الآن ما تحتاج إلى الأحكام أكثر من أنها تحتاج إلى القواعد والتعلم القواعد. كيف يأتي تعلم القواعد؟ مثل دراستها السابقة، دراسة كيف استنباط الأحكام، دراسة ما سندرسه اليوم إن شاء الله بإذن الله من بعض القواعد إذا مكننا الله. هنا أتاك بجدول جميل، إذا أحببتم أن تأخذوا له صورة وترسلوها لي على الواتس. أنتظر إرسالكم. فعندنا في مذهب الحنفية أصول الكرخي، تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، عندنا في المالكية الفروق لشهاب بن القرافي والقواعد للمقري وإيضاح المسالك، عندنا الشافعية كثيرة لأنه بدأ الإمام مالك الإمام الشافعي بتقعيد الفواقع القواعد الفقهية، فلذلك قدمت كثيرا. وعشان ما تتعب، عندك الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، أحسنتم ما شاء الله. إذا أنتم معي عيسى، معي، بارك الله فيك وفي جهودك، أستاذة حميدة معي، نجيب معي، عمر معي، شيخ عمر هل تسمعني؟ شيخ عمر نعم يا هل دكتور، تسمعني؟ معكم. لماذا لم ترسل الصورة؟ أحسنت، الآن وصلت. أرسلت صورة. أنت بعيد عن آسيا، أنت لست في آسيا صحيح؟ أحيانا شبكة ضعيفة. أي نعم، حياك الله، نراعيك. إذا طيب، جاءك هنا بمعلومات سريعة من مناهج المؤلفين لهذه الكتب التي مرت معكم معنا وصورتموها. من جهة المضمون، فبعضهم يكتب القاعدة ثم يخدم هذه القاعدة، مثاله ابن السبكي في الأشباه والنظائر، وبعضهم يذكر معها مباحث فقهية، هذه تجدها في الشافعية للسيوطي وابن نجيم، ومنهم من يذكر التأليف في زمننا فيكون خالصا في القواعد، لا يدخل أشياء بأشياء أخرى. هذا من ناحية المضمون، كيف تؤلف هذه الكتب أو كيف ألفت. من ناحية الترتيب، فلم يسيروا على منهج واحد بل لهم مناهج، فمنهم من رتبها حسب شمول القاعدة، يعني كل القواعد الكبيرة بدأ بها إلى أصغرها، ومثال وهو السيوطي، ومنهم من رتبها على أبواب الفقه اللي هي الصلاة، الزكاة، الحج، المعاملات، النكاح، الطلاق، البيع،
وهو المقري وابن الملقن والبقوري، ومنهم من رتبها على حروف المعجم، متذكرين الذي يرتب على الحروف في الحديث في كتب الحديث ماذا نسميه؟ المسند أم الصحيح؟ الذي يرتب الحديث على المعجم أسماء على الأسماء، هل يسمى مسندا أم أحسنت أم يسمى جامع؟ أحسنتم. ومنهم، طيب الآن ننتقل إلى، بدأنا في المعلومات المهمة يا مشايخ، الآن هذه المعلومات أكاديمية اللي مرت معنا، أسماء الكتب، من أول من ألف. لو أعطيكم سؤال تجريبي الآن على من 5 درجات، والإجابة تكون في الواتس، في أي قرن بدأ تأليف القواعد الفقهية؟ عليه 5 درجات. أحسنت أستاذ نجيب. فقط واحد يا مشايخ، الله المستعان، ليش معلومة صعبة يعني؟ إذا كان حفظكم ليس متقنا فحاولوا تكتبوا، جيب ورقة وقلم، الأشياء التي أقولها لك مهمة اكتبها. من الذي عنده ورقة وقلم؟ يكتب لي نعم، اللي عنده ورقة وقلم جاهزة بين يديه يكتب لي نعم. أحسن، إذا النجيب أخذ 5 درجات، البقية ساعة فيكم من هذا السؤال، هذه المرة لأنه البداية ساعة فيكم، بس لابد يكون عندكم ورقة وقلم، لابد يكون عندكم ورقة وقلم حتى تسجلوا النقاط، أنا سأرسل لكم الكتاب لكن تسجيل النقاط التي تفيدك، يعني يكون عندك تركيز على بعض النقاط المهمة. نأتي الآن أيها المشايخ في أقسام القواعد، أقسام فزت بها شيخ نجيب 5 درجات وفقك الله. أقسام القواعد الفقهية تقسم باعتبار الشمول إلى قواعد لها تطبيقات واسعة، وهناك قواعد لها تطبيقات في بعض الأبواب دون بعض، مثل القواعد الأربعين عند الإمام السيوطي، وهناك قواعد خاصة بأقسام فقهية، مثال الأصل في العبادات الحظر، شوف القاعدة هذه الجميلة، الأصل في العبادات الحظر، أنا لما أدرسها وأفهم ما المقصود، الأصل يعني القاعدة الأم، الأصل الذي لا يخالفني فيها أحد، أن العبادات محظور أن أزيد فيها أو أنقص. مثل لي يا أخي سليمان، ماني فاهم، يعني الآن لو جاء واحد قال لي كم الواجب في أمة محمد أن يصوموا؟ كم؟ يلا الإجابة في الواتس، ها سؤال سهل هذا. فإذا أجبت هل يجوز لي أن أزيد مثلا يومين؟ بس يومين بس، سبحان الله يصير نقص ولا شيء، فيومين زيادة يعني هل يجوز؟ أحسنتم، إجابتكم صحيحة، 30 يوما شهرا، لكن هل يجوز أزود يومين فقط؟ لا يجوز، إجابتكم صحيحة. طيب ما الدليل؟ الآن ما دام تقول لا يجوز حرام، إذا ما الدليل؟ فتقول لي ما في دليل من الكتاب والسنة، ما تستطيع أن تقول لي وحرم عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم صيام يومين، لا، الرسول حرم مثلا صيام يوم الشك، لكن ما عندنا دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله، لكن عندي أنا كفقيه قاعدة فقهية أن الأصل في العبادات في الصيام في الصلاة في الزكاة الحظر، لا يجوز أن أزيد شيء أو أنقص شيء. لكن لاحظ هنا الأصل في العادات الإباحة، مثل لي يا أخي سليمان، ماني فاهم، لو جيتك يا شيخ عمر أستاذ حميدة شيخ عيسى وأنت قاض وأنت مسؤول في وسألتك هل يجوز لي أن أجعل مهر نسائنا 10,000؟ هل يجوز أن نجعل مهر نسائنا 10,000 بحيث أي شاب يريد أن يخطب فتاة ويتقدم لزواجها فلا بد أن يقدم 10,000 مهر، فقير غني 10,000، هل يجوز أن أقعد هذه القاعدة؟ الحكم الشرعي، الإجابة في الواتس، هل يجوز أن أأتي وأقول مهر النساء 10,000؟ طبعا الذي سيقول لي يجب
سأقول له أين الدليل؟ والذي سيقول لي لا يجوز سأقول له أين الدليل؟ هل عندنا نص أن الرسول حرم؟ الشريعة الإسلامية جعلت الصداق متاح، لكن يعني زائدا أو قليلا، كما النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد وهو أقل شيء، ومن أصدق مالا وفيرا لا لم يأتي النهي. طيب ما رأيكم أني أقول لكم يجوز؟ والذين قالوا لا يجوز أن ينتبهوا، لأنه عندي القاعدة هنا، شوفوا القاعدة الفقهية، أن الأصل عندنا والقاعدة عندنا في العادات، في العادات المهور ترجع إلى العادات، هناك مهور تكون عالية ومهور رخيصة ترجع إلى الإباحة. يعني إذا اتفقوا، مش بيت، أنا ما أتكلم لكم عن أسرة واحدة، لا، مثلا في وقتنا الحاضر الدولة نفسها تضع في وزارة العدل قانون أن العقد الذي يكون في المحاكم حتى يتم يكون هناك شيك مصدق مثلا ب10,000، ما في كلمة، أو يقول الأب استلمت، أو الفتاة تقول إيش استلمت 10,000، فما الحكم؟ هذه القاعدة الفقهية الآن أقول لكم يجوز. مثال ثاني يا شيخ، معليش، أنتم ممكن أنتم متزوجين، آتي لكم في البيع والشراء، لو جئت قلت لك أي سيارة تباع في هذا السوق أو تدخل هذا السوق لابد أن تدفع رسوم لدخولها 2000، أي سيارة تدخل هذا السوق سواء لبيع أو شراء، لبيع، أي سيارة تدخل هذا السوق للبيع تدفع 2000، سواء باعت لم تباع، دخولها فقط في هذا المعرض في هذا المكان لابد أن يدفع 2000، ما حكم هذه المعاملة؟ ما حكم هذه المعاملة؟ إن قلت لي لا يجوز عندك دليل، وإن قلت لي يجب عندك دليل، على ما أخذنا الآن. أحسنت شيخ عمر، إجابة جميلة، أحسنت شيخ نجيب، ما شاء الله معنا. ها، ما رأيك يا شيخ حميدة؟ لا، أنت مالك في السيارات، يبيك يجي السؤال ثاني. إذا ما لهم في السيارات، طيب نجيب سؤال ثاني. لو الآن دخلنا سوق يبيع مثلا عطور ويبيع ملابس، فاشترط هذا التاجر أن أي شخص يدخل لابد أن يكون مشترك، عنده بطاقة عضوية، أن يكون لديه بطاقة عضوية، وإن لم يكن له بطاقة عضوية ما يدخل، مثل المواقع الإلكترونية يقول لك إذا أردت أن تشتري وتبيع لابد أن تكون مسجل في الموقع. طبعا قد تكون في بعض البلاد التسجيل يكفي، لكن في بعض المواقع تشترط الدفع، دفع لهذا الممبرشيب اللي هو إيش، الاشتراك، يكون لديك اسم ورقم فيكون لك إيش، هي قد تأتي في التخفيضات أو شيء، لكن هذه المعاملة جائزة أم ليست جائزة؟ فبالخلاصة يا مشايخ جائزة. لماذا؟ لأن الأصل في العادات، في العادات الإباحة، خذوها قاعدة، الأصل في العادات الإباحة. طيب أنتقل معكم يا مشايخ، هناك قواعد اتفق عليها العلماء وهناك قواعد لم يتفقوا عليها. القواعد المتفق عليها التي سأركز عليكم فيها 5 قواعد، وتسمى القواعد الخمس الكبرى التي يعرفها كل طالب في الشريعة، أي طالب في الشريعة لابد أن يعرفها، إذا ما عرف هذه القواعد الخمسة يعني زي كأنه مسلم تسأله هل تعرف الحج؟ يقول ما أعرف. كيف ما تعرف الحج وأنت مسلم؟ لأني ما حجيت. هل يعتبر هذا عذر؟ اكتب نعم أو لا في الواتس. فمعرفة القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، لماذا سميت قواعد خمسة كبرى؟ لأنها متفق عليها بين العلماء. أحسنتم يا مشايخ. وهناك قواعد مختلف فيها، مختلف فيها، فذكرت بعض القواعد التي ذكرها الإمام الدبوسي في تأسيس النظر مختلف فيها، وهناك قواعد متفق عليها في المذهب. لا، أنا أريد واحد يفهمني ما الفرق بين باء، بين جيم وألف. ألف متفق عليها وجيم برضو متفق عليها، فما الفرق بينهما، بين ألف وجيم؟ ممكن يفتح المايك، ما الفرق بين ألف وجيم؟
اقرأها وشوف. كلها متفق عليها، متفق عليها. اسمك؟ دكتور أول الأول متفق عليها جميع العلماء يا دكتور دكتور، المزارع والثاني المزارع. اسمك واحد واحد، واسمك نجيب. نجيب. أعطيني هذه متفق عليها بين العلماء، إيش يعني؟ العلماء كامل. بين العلماء كامل، أحسنت. اسمك الطالب الثاني؟ أنا عيسى. عيسى، حياك الله عيسى. جيم ما هي؟ علماء المذهب معين مثل الحنابلة والمالكية اتفقوا على قاعدة معينة. طيب انتبهوا، أنتم في تخصص الفقه جميعا صح؟ نعم. ارسل لي في الواتس، ارسل لي في الواتس معلش. هل جميعكم في تخصص الفقه؟ الإجابة طبعا نعم أو لا. أي تخصص؟ طيب اللي كتب لي لا، إيش تخصصك؟ طيب شريعة هي فقه، الشريعة هي الفقه، يعني الفقه هو معرفة الأحكام. طيب فعلى العموم لابد أن تنتبه أن الأحكام، أن المذاهب الفقهية ليست فقط الأربعة، العوام يعرفوا أن المذاهب الفقهية الشافعي المالكي الحنبلي الحنفي، لكن أنت كإنسان متخصص في الفقه أو في الشريعة فلابد أن تدرك أن هناك قواعد أو هناك مذاهب أكثر من هذه الأربعة. طيب لماذا الأربعة هذه؟ لأنها مشهورة، خدمت مدارس. مثل الآن لو واحد يسألني في جامعة، هل أحد ما يعرف مثلا جامعة أم القرى في مكة؟ هل لا يعرف مثلا جامعة الأزهر في مصر؟ جامعة الزيتونة في المغرب؟ هل جامعة مثلا أمريكا المفتوحة هذه في أمريكا إسلامية؟ هل ممكن أحد يعني لا يعرفها؟ ممكن الآن نعم، لكن بعد 20 30 40 سنة. مثال آخر، هل ممكن أحد لا يعرف مثلا أن هناك دروس علمية في المسجد الحرام؟ لا يعرف أن هناك دروس علمية في المسجد النبوي؟ هل يمكن أحد لا يعرف أن هناك قراء قرآن في مصر؟ أغلب الأمة يعرف هذه المعلومات. فعلى العموم المذاهب ليست فقط هذه الأربعة، في مذاهب اندرست. ما سبب اندراسها؟ ما في طلاب. طيب لماذا هذه الأربعة؟ الأربعة انتشرت، كتب فيها، خدمت. طيب وهناك قواعد أصلية وقواعد تابعة. أصلية هي مستقلة بذاتها، برضو هي القواعد الخمسة الكبرى. طيب السؤال الآن من 5 درجات، السؤال من 5 درجات، لماذا سميت قواعد خمس كبرى؟ هل نقصد الصلاة ولا إيش؟ خذ وقتك في الإجابة. لماذا سميت القواعد الخمس الكبرى؟ لماذا سميت القواعد الخمس الكبرى؟ هل هي لها علاقة بالصلاة مثلا؟ 5 صلوات؟ أعطيكم دقيقة. الآن قبل أسطر خلنا، لماذا سميت قواعد خمس؟ طيب نشوف إجابة كل واحد منكم. أحسنت شيخ عيسى، بس مش هذه الإجابة اللي مرت معنا، أنت تجيب على معلوماتك. لا يا شيخ نجيب انتبه، لا لا، السؤال هذا نعيد السؤال لأنه هذا عليه 5 درجات. لماذا سميت، أنا أسألك لماذا سميت القواعد الخمس الكبرى؟ دوبنا أخذناها قبل قليل. طيب نشوف إجابة الشيخ عيسى حميدة، أنتظركم عمر. أحسنت يا حميدة، تقولي ماذا؟ لحظة، نظام اجتماعي. لا إجاباتكم ليست يعني، لماذا؟ هل ألغي السؤال هذا رغم أنه سهل جدا؟ ما المستعان، سميت القواعد الخمسة الكبرى، ألغيت السؤال هذا لأنه ما في ولا واحد أجاب يعني إجابة صحيحة.
أحسنت يا أستاذ حميد. إذا عندك 5 درجات، 5 درجات وفقك الباري. إحنا أخذنا سميت القواعد الخمس الكبرى لأن لأنها تشمل جميع أبواب الفقه، ولأنه متفق فيها بين العلماء كلهم، ما فيها خلاف. هذه هي بس الإجابة، وأنتم يعني عيسى والشيخ نجيب أجبتم، لأن العلماء جميعهم اتفقوا فيها، فسميت القواعد الخمسة الكبرى في كل المذاهب. كل المذاهب يعرفوها، ونبهتكم عليها. طيب لغيت هذا السؤال، فانتبهوا يا مشايخ، بعد كذا ما حلغي. باعتبار كونها أصلية ومضمونية، طيب الآن لو واحد يسألني وأظن مثلت لكم، ما أثر القواعد؟ أنا ماذا أستفيد؟ أظهر لي القواعد الفقهية الآن في مسائلنا المعاصرة كثيرة جدا. فهنا جاب لك مثال تقرأه في صمت، كل واحد منكم يقرأه بينه وبين نفسه. لو قال الأطباء عن امرأة حامل أنه لا بد من شق بطنها لإخراج الجنين، وإلا فسيقضى عليه أو على أمه، فما حكم ذلك؟ طيب هنا في القاعدة يعني ذكر لك المسألة، يعني العورة ما حكم هذا السؤال؟ أجب في الواتس، ما حكم هذا السؤال؟ ما حكم هذا السؤال؟ عندك سؤال هنا من بداية لو أو، فما حكم ذلك؟ الإجابة طبعا في الواتس، أحسنتم. إذا الآن إجابتكم ها شيخ. طيب لو قلت لكم ما الدليل؟ لو سألتكم الآن ما الدليل؟ أنت تقول لي يجوز، كلمة يجوز هنا، كلمة يجوز حكم شرعي، فأين الدليل؟ لي الحق أني أسألك ما دليلك؟ هل القاضي يسأل؟ القاضي لا يسأل، لأنك في المحكمة إذا حكم عليك يا شيخ عمر، إذا أنت أصبحت قاضيا فحكمت على أحد بالجلد 10 جلدات، هو لا يسألك لماذا؟ ممكن تغضب وتقول له ما دام سألتني اجعلها 15. هو يجوز، لكن الآن الأمة الإسلامية الأولى أن لا تتشدد على الناس كي لا يكرهوا، أو كي لا، لأنه زمان كانوا يعرفوا حق القاضي وحق الشهادة وحق من كذب مثلا وهو على منبر، أو من كذب على وهو في جلسة خاصة. يعني تختلف الأحكام الشرعية، عشان التوضيح، لأني أظنكم مش كلكم دارسين فقه. الآن لو جاءت قضية عندك يا شيخ عمر، أنت القاضي، فقيل لك أن هذا الرجل يكذب، ماذا ستحكم عليه؟ وتسبب بكذبه هذا مثلا بطلاق زوجة من زوجها، ماذا ستحكم عليه؟ فرضنا أنك حكمت عليه ب10 جلدات عشان يترك، أو بسجن 10 أيام. جاءت هذه المسألة أيضا عند من؟ عند الشيخ نجيب. ها شيخ نجيب معنا، اكتب لي. فسألوك فقالوا لك هذا إمام في المسجد وأعطانا درس، وجزاه الله خير، وفي نصف الدرس يقول لنا حكم شرعي أنه مثلا يجوز أنك تأكل بعد أذان صلاة الفجر في من شهر رمضان. فراجعناه في المسجد، يا شيخ ما يجوز. فقال لا، أنا متعلم وأعرف وأحلف بالله أنه يجوز. بعد ذلك يعني قام، فأوجبت عليه الفصل مثلا من الإمامة، أو لا، الفصل من الخطابة، أنه ما يخطب ولا يدرس، دوره فقط إما الأذان أو الإقامة، أو دوره هذا، يعني ليس له دور في الخطابة. فغلط عليك وأنت تحكم، قال مين أنت حتى تفصلني وأنت ما فهمت أو من تعرف؟ فأوجبت عليه جلد 20 جلدة، لأنه محترم مجلس القضاء. شيخ عمر ما رأيك؟ شيخ نجيب ما رأيك؟ شيخ حميدة ما رأيكم في قضاء عمر ونجيب؟ هل هو صحيح أم لا؟ أيوه، قول صحيح، عشان لو ما قال صحيح 30 جلدة.
أحسنتم، إذن هو حكم صحيح. طيب فين الدليل؟ الآن لو سألتكم أين الدليل؟ لا يوجد دليل، انتبهوا يا مشايخ، شفتوا؟ لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة، لكن يوجد قد تستدل به من القواعد الفقهية، أن مجالس العلماء والفقهاء لا يسألوا فيها عن الدليل. فهذا الآن، لكن أين يسأل وقت الدراسة؟ أنت الآن قد تسألني وأسألك، أناقشك وتناقشني، لكن غدا عندما أجدك أنت قاض وتقول لي: ها يا شيخ سليمان، أتعبتنا في المحاضرة وتشددت علينا، واليوم جاء يومي. فلا ينفع أني أقول لك لا يا ظالم، ما ينفع لواحد يقف أمام القاضي إلا إن كان ظالما وأردت أن لا تسكت عن حقك، المهم تتحمل، هو كذا كذا ظالم. طيب هذه القاعدة الآن، أنتم الآن تقولوا يجوز أن نشق بطن المرأة، ويجوز أن نكشف عورتها، ويجوز أن يكشف عليها الرجال إذا لم نجد طبيبة. غالبا الطبيبات ما يكونوا في الجراحة، غالبا يكونوا إما في النساء يعني في التوليد أو في الكشف أو الأطفال، لكن ما يكونوا في الجراحة أو في الأمور هذه المستعصية، ممكن لثقل المسؤولية، ويعني هذا من التجربة يعني. فعلى العموم، ما الحكم؟ قلتم لي يجوز، طيب أين الدليل؟ أنا أسألكم، نحن في مكان علم مش في مكان قضاء. ها، هذا نعطي فيها 3 درجات للمشاركة. اقرأ الآن أمامك، ما حخفي، موجود أمامك، أريد الدليل، اكتب لي الدليل. الكتابة يا مشاهد، اكتب لي الدليل. لا، أريد الدليل، لا تعلم. إيش القاعدة الفقهية؟ أمامك مكتوبة، هي أمامك مكتوبة في قاعدة تعتبر دليل، أي في ال6 الأسطر هذه والخمسة وال4 الأسطر هذه. أحسنت، شيخ عيسى ممكن تكتب لي الدليل؟ أحسنت شيخ عمر، باقي 7 أسماء ما كتبت أصلا، مش حاضرة. إذن الدليل يا مشايخ، ذكرتم قواعد كثيرة وبعضكم يذكر، اللي هي منع الضرر، منع الضرر، وفي قاعدة أخرى يدفع الضرر الأشد بارتكاب الأخف، فإن لما ضررنا الطفل يمكن يموت، يمكن يقول لك اختر الأم أم ابنها، فعندنا القاعدة الشرعية أنك تختار الأم. ليش؟ علشانها الأحلى والأجمل والزوجة. ماذا تظن أنت من خلال تفكيرك، لماذا نختار الأم ولا نختار الطفل؟ طبعا عشان ما أطيل عليكم، نختار الأم لأن حياتها محقق، يحيى الآن تنبض، لكن الولد لا يا شيخ، ما نقول يعوض الولد، يعوض هذا ما، لا، كقاعدة شرعية يا شيخ، أن الحياة الأم ثابتة موجودة الآن حية، لكن الجنين في بطن أمه حتى في الميراث ما نثبت له وراثة حتى يولد يستصرخ يصيح، لأنه قد يولد ميت، واضح يا مشايخ؟ فلذلك هو يقول لك يدفع الضرر الأشد بارتكاب الأخف. شوف، هو ذكر لك الآن أيضا مسألة أخرى نستفيد منها، مثلا عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فما حكمه؟ طيب الأصل، تعرف هذه المسألة ولا لا؟ اللي يعرفها يكتب نعم، اللي لا يعرفها يقول لا. أحسنتم، تعجبني صراحتكم، أحسنتم. طيب المسألة شوية طويلة، تريدون أن أعرضها عليكم أم لا؟ إذا تريد اكتب لا إله إلا الله، وإذا لا تريد اكتب محمد رسول الله. أحسنت شيخ عمر، يكفي، إجابتك تكفي. أحسنت أستاذة حميدة. طيب ما دام الأغلب كتب نعم، ندخل في عرضها. عندنا مسألة الإجارة وعندنا مسألة
البيع. الأصل في البيع التملك. أنت الآن لو جئت واشتريت سيارة، فالأصل أنك ستدفع مثلا قيمتها 100,000 مثلا، وتتملكها، تصبح ملكك، تستطيع أن تذهب بها يعني للبيع، تستطيع أن تهديها، تستطيع أن تتصدق بها، تملكها ملكك. لكن إذا جئت واستأجرتها، فقلت لي أريد أن أستأجر سيارة بقيمة 1,000 كل شهر، فستلتزم أنت بتصليحها إن خربت، لكن مثلا صيانة الداخلية، إن خربت داخليا، آسف، إن خربت داخليا التكييف، الماكينة، خربت السيارة نفسها فجأة، توقفت بطارية، ما فيها كهرباء، ما فيها، فستلتزم الشركة، بل سيعوضوك بسيارة أخرى بمقابل أنها لن تكون ملكك، إجارة، أنت مستأجر تستفيد فقط، تشتري المنفعة. جاءت الشركات تفكر لماذا لا يوجد قابلية للبيع، لأن الناس ما عندهم فلوس، مساكين ما عندهم فلوس. طيب وليش استأجروا؟ ليش قابلية على الإجارة؟ قالوا والله يا أخي أنتم سويتوا دراسة على التأجير، لأنه المبلغ 1,000 والشروط سهلة، وإذا خربت وما أدري إيه تصلحها. فقالوا طيب إحنا نطلع عقد جديد. إيش هو العقد الجديد؟ تعال يا شيخنا، إن دفعت لي 1,000 كل شهر لمدة 100 شهر سأملكك السيارة، وإن دفعتها ل 80 شهر أو 70 شهر، هو عقد إيجار، أو حتى لشهر واحد لكن ما يقل عن شهر مثلا. فقالوا هذا العقد بيع وإجارة، لا تستطيع أن تقول بيع، لماذا؟ لأن الشركة لم تملك السيارة إلا بعد أن تدفع 100,000، وفي نفس الوقت ما تستطيع تقول تقسيط، حتى لو قلت لي 1,000 كل شهر تقسيط، لا. لماذا؟ لأنك عندما ترجعها ولو بعد 50 شهر، الشركة لن تعيد لك 50، ولن تستطيع أن تبيعها حتى تكمل 100، بينما هي إيجار، أي وقت تريد أن تعيدها تعيدها. فأصبحت هذه المسألة الإيجار المنتهية بالتمليك، وصار فيها كلام كثير في مجالس الفقهاء والعلماء والعوام والناس، لأنه أصبحت مما تعم بها البلوى. الآن أنا متأكد أقول لكم هذه صورة المسألة، وقد يكون أحدكم أو يعرف أحد يعني دخل فيها، إيجار منتهية بالتمليك، ممكن ما كان يسمع بها هكذا. ليش؟ لأنه هنا قواعد فقهية، قد يكون يعني العقد مثلا تقسيط، إما تقسيط أو تمليك، إما اشتري كاش أو قسط، عندك 100 شهر، ولأي وقت لا تريدها ارجعها وخلاص. لا، هو الإجارة المنتهية بالتمليك. لا يوجد لي دليل، لا من القرآن ولا من السنة، على هذه المعاملة. اكتب لي نعم أو لا إذا يوجد دليل. لكن هناك قواعد بنت، الذين قالوا أن الأصل في المعاملات الإباحة قالوا جائزة، بالعكس أنا أطالبك بدليل التحريم. والذين قالوا أن الأصل في المعاملات التحريم إلا ما أباحها الشارع، فألزموني بأن هذه المعاملة محرمة حتى آتي بالدليل. لكن لو جئت لهؤلاء الأصوليين، ما تتذكروا في البداية أن الأصوليين يحتاجوا إلى أدلة على أقوالهم، فطالبتهم بالدليل، ما دليلكم على أن الأصل في المعاملات الإباحة؟ قول الله تعالى وأحل الله البيع، ماذا تستفيد من قول الله تعالى وأحل الله البيع؟ تحليل المعاملات أم تحريمها؟ الإجابة على الخاص، وأحل الله البيع. أحسنت أستاذ أحمد، التحليل، أحسنت شيخ نجيب. البقية، شيخ عمر، شيخ عيسى، أحسن شيخ عمر، شيخ عيسى، معنا شيخ عيسى، أحسن شيخ عيسى. إذن التحليل، هذا دكتور ارسل الإجابة في الواتس. إذن أنت تقول التحليل، طيب ما رأيك أن الأحناف يقولوا ليش تقول التحليل؟ أليس الإباحة عندما يقول الله وأبحت هذا الشيء يدل على أنه غيره حرام؟ عندما أنت تدخل مثلا، آتي أنا عندك في البيت يا شيخ نجيب،
فأقول لك تسمح لي دكتور أنا. معلش، معلش دكتور ما اقاطعك، بس انا شوي صار لي ازعاج وما سمعت هذا السؤال. طيب ما في إشكالية، ما في إشكالية. لو جيت واستأذنتك يا شيخ نجيب، قلت لك تسمح لي في بيتك أدخل، قلت لي تفضل ادخل في هذه الغرفة، ادخل في هذه الغرفة، ماذا أستفيد من هذه الكلمة؟ أن باقي الغرف جائزة لي أم محرمة علي؟ محرم أني أدخلها، لأنه قد تكون، أحسنت أستاذ حميد، محرمة. فلما يأتيني نص قرآني أن الله أحل البيع، إذا باقي المعاملات تدل على التحريم أم على الجواز؟ فمذهب الحنابلة كما ذكرتم حلال، لقاعدة أن الأصل في المعاملات الحلال، الإباحة، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، البيع يعني كل بيع، كل معاملة هي حلال. الأحناف قالوا لا، الأصل في المعاملات التحريم، لأنه ما يقول الله وأحل الله البيع إلا لأن البيع هنا تخصيص. شوفوا الفرق في القواعد، فكلاهما استدل على نفس الآية، ولكن الحنابلة والشافعية أظن والمالكية وبعض المالكية قالوا لا، الأصل في أي المعاملات الإباحة، فلذلك يجوز العقد وإن كان بعقدين، يجوز أن يكون بطريقتين ما دام أنه واضح وكلاهما موافق والناس احتاجوه، والقاضي أو مثل الوقت الحاضر وزارة المالية وزارة التجارة والاقتصاد كلهم أباحوا، يعني وجدوا أن الأمة تحتاجه لا بأس. واضح يا مشايخ أهمية القواعد الفقهية ودراستها، يعني مش بس كمادة واحصل عليها درجات، بل بالعكس تعطيني معلومات وتعطيني أشياء أنا أفهمها، والأمة الآن شبابنا وبناتنا يحتاجوها. التشكيك لما جاء في وحدانية الله في العقيدة، ما في حد إلا الذي يتبع هواه، لكن لما طعنوا في الشريعة من حيث التحليل والتحريم والجواز، استطاعوا أن يأتوا للإسلام بمثلمة. مثال بسيط، رضاع الكبير، رضاع الكبير الذي يطلع على أساليب الملحدين في دعوتهم التشكيكية في الإسلام، لا يأتوا الآن أنه يقول الله موجود أو لا، لأن الكل يقول نعم موجود، لكن يشككوك في ثوابت ليست ثابتة عندك. يعني حتى يأتوك كذا يقول لك كيف يجي كبير ويلتقم ثدي المرأة ويمص، ما كيف تقول أنت، مين هذا اللي يقول هذا محمد؟ هذا في البداية كانوا يقولوا هذا مكذوب على رسول الله، حتى وقع كثير من العوام، ثم بعد ذلك قالوا ما دام أنتم تثبتوها أن الرسول قاله وهو حكم شرعي، فإذا هو إيش حكم، يعني دينكم غير صحيح. مثال ثاني، لما يأتوا يقولوا لك أن في مسألة الزكاة أو في الصلاة، في التشكيك، أنت تدعو دائما، لماذا لا يستجاب لك؟ أو أنت المسألة التي جاءت في شرب حليب الإبل والتداوي منه، أبوال الإبل، وضجت بها وسائل الإعلام، ما حكم التداوي بأبوال الإبل؟ هل تعرف أن هذه مسألة شرعية؟ اللي يعرف يكتب نعم أو لا. أنا أسألكم حتى أحيط بكم، يعني مجالاتكم أين أنتم؟ أحسنت شيخنا، اللي قد مرت عليه هذه المسألة وقد سمعها، لا حاولوا تقرأوا يا مشايخ. الإسلام الآن الثوابت أغلب الآن ثبت بالإجماع أن هناك حرب ممنهجة على شبابنا وعلى ديننا وعلى يعني محو الدين. أكبر حاجة هي اللغة العربية، يعني الآن نحن نتكلم العربية بدون قواعد، نلحم أغلب العوام، نحن طلبة العلم، نسأل الله أن يثبتنا على مسألة قراءة القرآن وعدم اللحن فيه وفهمه فهما صحيحا، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع السنن. الناس الآن بعدهم عن اللغة العربية، بعدهم عن السنن، ضعف الإيمان لديهم، يعني مثل الشجرة عندما تكون قوية وراسخة في الأرض يصعب إزالتها. فدراستكم يا مشايخ ليست بالسهلة، فمن الآن انوي حتى يبارك الله لك في عملك ويبارك لك في عبادتك وطلبك للعلم، أنك تريد ليس فقط أن ترفع الجهل عن نفسك أو أن تأخذ شهادة
أو أن يكون لك اسم دكتور أو ماجستير أو تخصص في القانون أو وظيفة، لا، انوي لهذه الأمة كما كانت مهنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة والنصح والإرشاد والتعليم، حتى أنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم. وعندنا قاعدة في الشريعة: كل غنم عليه غرم. فما دام أنك أنت الملائكة تجعل في طريقك وتسبح لك وتستغفر لك، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وهم على منابر من نور، وأنهم يوم القيامة من المقربين ويشفع لبعضهم، كل هذه النعم مقابلها ستسأل أمام الله. فأول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، ومنهم العالم. ما هذا التناقض؟ ليس تناقض في الشريعة أو في العرف أو بالعقل، كما أعطيك أنا نعم أطالبك بحمدها وشكرها. فكون الله ساقكم لهذه الجامعة وللعلوم الشرعية، يعرف أن الأمة الآن تحتاج لطلاب، تحتاج لأذكياء، تحتاج إلى نوابغ. لا يأتي هذا الشيء إلا بإيش؟ بإضاعة الوقت في القراءة، في الاهتمام بمعالي الأمور. اجعل من وقتك، ابدأ ساعة ساعتين 3 ساعات وأنت تراجع، مش يكون همك بس المادة وأمشي، مش يكون همك فقط الدرجات وأمشي، لا، اجتهد. الآن مثل هذه المادة مفتاح لكل خير. قبل الأخير يا مشايخ، قبل أن نأخذ، هذه آخر وقفة عندنا، وهي حجية القواعد الفقهية. حجية القواعد الفقهية. الآن أريد منكم يا مشايخ كل واحد يطرح لي سؤال في الواتس. كل واحد يطرح لي سؤال في الواتس. كل واحد يطرح لي سؤال في الواتس. عندكم تقريبا دقيقتين. ارسل لي سؤال كذا جميل في الواتس. فيما أخذنا، فيما أخذنا، أحسنت في السؤال، فيما مر معنا. فيما مر معنا فيما مر معنا سؤالك صعب، قد يرجع عليك يا شيخ. أوف، أنت أيضا يا شيخ، ليش تتشددوا في الأسئلة؟ أنا ما أعرف أجاوبها. كيف لو نقلتها عليكم؟ أيوة، هكذا سؤال سهل، عرفه. طيب، حجية القواعد الفقهية، خلاص ركزوا معي الآن. حجية القواعد الفقهية، يعني هل القواعد الفقهية حجة، دليل أستدل به؟ لم يتكلم العلماء المتقدمون عن هذا الموضوع. ليش يا أخي؟ لأنه ما كانوا يحتاجوها، كانوا على السليقة. يعني أنت تتصور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكن لأحد يحجر القرآن؟ بينما جاء في وقتنا الحاضر نسأل: هل يجوز أني فقط أحفظ الفاتحة وبعض السور من القرآن ولا لا؟ ويجاهر بالسؤال، وكأنه يعني بالعكس. تعال لفتاوى الحج، يأتي يسألك: يا شيخ، أنا حجيت وهذه حج الفريضة، هل يجوز لي أن أتعجل؟ هل يجوز لي أن أوكل بالرمي وأمشي أسافر أنا؟ سبحان الله، أنت دفعت 10,000 ولا 20,000 عشان الحج وتذاكر، وجيت إلى مكة ومنى وعرفة ومزدلفة، وعارف يعني عارف خطة الحج، وعارف أنه هو كله 3 أيام أو 4 أيام، يعني من 5 أيام، وتأتي الآن تسأل تقول: والله أنا مستعجل وعندي شغل وعندي كذا. يعني ما استطعت 5 أيام في حياتك كلها، مش في السنة؟ فالناس الآن في فتاواهم يستوضح أن الدنيا تغيرت، يعني المسائل الفقهية تغيرت، كان هناك أشياء معلومة بالضرورة، كما فعل هذا الإمام الذي ذهب إلى العراق وقت الفتنة، فكانوا يسألوه عن دم الذبابة إذا جاءت على جسدهم هل تنقض الوضوء؟ فانتفض وزعل، قال: أنتم تسألوني على دم الذبابة إذا جاء هل ينقض الوضوء أم لا، وأنتم قتلتم الحسين؟ يعني إذا هذا كان في وقتهم فما بالك الآن.
فعلى العموم، أولا لم يتكلم العلماء الأولون على هذا الموضوع أن القواعد الفقهية حجة أم لا، لأنهم كان لديهم من القرآن ومن السنة ما يكفيهم. لكن لما انتشرت واحتاجها الناس صار فيها خلاف، هل نعتبرها حجة أم لا؟ شيخ عيسى، فالقول الأول، إذا كانت القاعدة نصا شرعيا مثل ما مر معنا، لا ضرر ولا ضرار، يكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أو من القرآن، فإنه يكون حجة أصلا. ليش؟ لأنه هو مساند للقرآن وللسنة، يعني شيل القاعدة هو القرآن، وسيأتيكم الآن. الثاني، إذا كانت هذه القاعدة مستنبطة أصلا من النصوص الشرعية، يعني مش بنص شرعي واضح، ولكن بالمجمول النصوص الشرعية، فإنه يعتبر حجة. ما مثاله؟ القواعد الخمسة هذه التي تأتينا دائما، يكررها لنا، يكررها لنا، مثلا الأمور بمقاصدها، هذه سنأخذها في اللقاء غدا، اللي هي إنما الأعمال بالنيات، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة. العادة محكمة من فين جاءت؟ من قول الله تعالى إيش؟ وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، فالعادة أصبحت محكمة، العادة أصبحت محكمة. وبارك فيكم، أحدكم يدعو لي، ما شاء الله كأنه انبسط، يرتاح في اللقاء. ترى مرت ساعتين، باقي دقائق ونغلق اللقاء، وهذه فائدة الأسئلة في الواتس، أنها يعني ما تشعركم بالوقت. إذا كانت القاعدة نصا شرعيا أو مستنبطة من نص شرعي هي حجة. طيب آخر شيء، إذا كانت مبنية على الاجتهاد، على اجتهاد فقهاء، مثل الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق بالمعاصي، يعني تصور واحد سرق، فلما مسكناه قال أنا محتاج جيعان، طيب يا أخي روح اسرق مخبز خبز، ليش تيجي تسرق لحم؟ ليش تسرق محل ذهب؟ وانت جيعان روح اسرق شيء يكفيك، ليش لازم تذبح ذبيحة ولا تذبح جمل عشان تسرق؟ طيب ما فوائد دراسة القواعد الفقهية؟ كل واحد يختار منكم فائدة ويرسلها لي، اختر فائدة كذا اقرأها ولخصها كذا، لخص فائدة واحدة بس، هي 6 فوائد عندك. طبعا جزاهم الله خير الدكاترة، يعني جابوها من كتب عدة، اختصروا لك إياها في 6، وأنت ما شاء الله تأتي في آخر الزمان، في آخر محاضراتك الآن، وتلخص واحدة من الستة هذه. يا مشايخ اختر واحدة واكتبها. بعضكم يكتب، نعم أحسنتم. طيب أنا أعرضها عليكم سريعا، على بال ما تختار واحدة وتكتبها، أنها تضبط الفروع في سلك واحد، أنها تضبط الفروع في سلك واحد، فتساعد على معرفة الرابط بينها. يعني الآن لو جينا قلنا الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، يساعد كثيرا. لو جاءنا في مسألة الطلاق، لو جاء واحد قال لزوجته أنت طالع، تعالي يا أخي ليش قلت لها طالع؟ قال والله يا أخي بخوفها، خلاص إذا لا تقع طلقة. لكن لو واحد جاء قال أنت طالق، يا شيخ كيف طلقت زوجتك؟ قال لا أنا ما قصدي أطلق، أنا أخوفها. فهل نحكم بالطلاق أم نحكم بعدمه بالتخويف؟ لو جاء إنسان فقال لك يا شيخ عيسى أبا أعطيك كتاب هدية مني لك، هل تقبله يا شيخ عيسى؟ قلت لي نعم، قلت لك طيب ارسل لي 10 الآن، هذا رقم الحساب، ارسل لي 10. انتقلت من البيع، انتقلت من الهبة والعطية إلى البيع، فالأمور بمقاصدها، دخلت في فروع كثيرة عندنا هنا، أنها تساعد أيضا على الحفظ، تساعد على حفظ فروع كثيرة، وستأتي معكم الآن. أحسنت شيخ عمر، ما شاء الله قاعدتك جميلة، أحسنت أستاذ حميدة، أحسنت الشيخ مجيد، ما شاء الله مركزين على قاعدة كذا كلكم يكررها، أنها تساعد على معرفة مناهج الفتوى، أنها تساعد على معرفة مقاصد الشريعة. الله أكبر، هذا علم مستقل لوحده. شايفين رقم 4؟ إيش يعني؟ يعني أنا الآن كطالب علم لما درست القواعد الفقهية، مش بس أفدت الأمة في القواعد الفقهية، بل أني فهمت أنه من المقاصد الشرعية مثلا التيسير. كيف يا أخي سليمان فين فهمت التيسير؟ لما نظرت إلى مثلا
التوحيد أنه يجوز عبادة الله في أي مكان، بل أنك إن أكرهت على قتل نفسك أو من تعول مقابل أن والعياذ بالله تسب الله أو تكفر يجوز لك، لكن بشرط أن قلبك يكون ليس مطمئنا بالكفر إنما مطمئنا بالإيمان. في الصلاة عرفت أنه صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. في الزكاة عرفت أنها فقط 2.5%، يعني ما تأتي حتى يعني ربع العشر، 2.5%، يعني مقاييس التجار هذه 10% يحطوه يضعوه في تجارتهم للأشياء المتروكة مثل الطباعة والأقلام والهدايا، 20% يدفعوها في الدعاية، وأنت تأتي تقول لي 2.5%، حتى الضرائب في أوروبا فوق 10%، وأنت تقول لي الزكاة في الإسلام 2.5%، بل وتشترط أنها تحول عليها حول وسنة كاملة، وتشترط أن يكون أصلا أن نناوي التجارة من بداية الأمر، وتشترط علي كمان أنها بالغة للنصاب. لما آتي أنا في التيسير في الحج أنه لمن استطاع إليه، المرأة إن لم تجد محرم يسقط عنها حتى لو عندها ملايين، والرجل لو عنده ملايين لكن لا يستطيع جواز ولا يسمح له، مثلا ما عنده جواز مسكين، نسقط عنه فريضة الحج، ركن من أركان الإسلام. كل هذه من مقاصد الشريعة. عرف أن المقصد في التشريع، يعني أنزل الله القرآن وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليس للتشدد وإنما للتيسير للأمة. لكن هذا الأمر يخولني أني لا أتساهل في كل الأمور. ما مثاله؟ لو جئت سألتك يا مشايخ الإجابة في الواتس، من مقاصد الشريعة هل تبيح الخمر لبيعه لغير المسلمين؟ هو تجارة، هل يجوز بيع الخمر لغير المسلمين؟ مو مسلم يا أخي، بس تعال اشتغل في أوروبا هنا عصير خمر. أحسنتم كلكم تقولوا لا، الله أكبر، أنتم ما تحتاجوني أجل. إذا من مقاصد الشريعة في الأشياء الشرعية، خامسا أنها تساعد على تكوين ملكة فقهية للدارس، هذا هو، هذا الذي أزرعه فيكم من بداية اللقاء. الأمثلة التي أضربها لكم أعطيكم ملكة حتى تصبح عندكم، شوفوا إجابتكم لا 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 كلكم بالإجماع. ليش؟ لأنه ليس من مقاصد الشريعة أن تبيح شيء حرمه الله، مش أنا وأنت ما نستطيع، ما دام حرمه الله ما في، لا تقول لي مقصد ما مقصد. طيب وما العمل؟ العمل أن كل إنسان بحد ذاته ابتليت بهذا الأمر تب واستغفر. سادسا أنها تساعد غير المتخصصين في الفقه للاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه. طيب كيف تصاغ القاعدة الفقهية؟ إما أنها نص من حديث أو قرآن، منها ما يكون من كلام كبار العلماء أو من كلام العلماء المجتهدين ككلمة العادة محكمة، منها ما أن غالب صياغات القاعدة تكون موجزة وشاملة، مثال ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. يعني إذا عندنا شرع في الشريعة حرم الله شيء مطلقا، يعني ما يجوز لي أبدا أني أستخدمه، إذن يحرم علي تخزينه، اتخاذه، أني أخزنه عندي في المستودع. ما دام هو حرام استعماله مطلقا، يعني لو جاءني الآن واحد جاب لي ميتة، وهذه الميتة خنزير أو كلب أجلكم الله، وأنا على المذهب الحنبلي الذي لا يبيح لي الانتفاع بالكلب بأي شيء، وقلت له خليه عندك يا شيخ، أنا بس أخليه عندك أسبوع ولا خليه يمكن أحتاجه يوم من الأيام، فأقول لا عندي قاعدة ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. واضح يا مشايخ؟ هنا عندهم مثلا يشكل عليه الحرير، الحرير محرم مطلقا. ما رأيكم يا مشايخ؟ اقرأوا عندكم هذه، نحط عليها 3 درجات، هذه 3، اقرأوا 3. الحرير هل هو محرم مطلق أم محرم مقيد؟ وضح لي السؤال، هل الحرير محرم مطلق أم محرم مقيد؟ لا إله إلا الله، أحسنت شيخ حميدة، ما شاء الله عليك، أحسنت شيخ نجيب.
أحسنتم. إذن الإجابة أنه محرم مخصص، فهو محرم على الرجال لكنه مباح للنساء. طيب أنا في هذا أكون انتهيت معكم من اللقاء وأغلق التسجيل حفظكم الباري، وأتحدث معكم قليلا.